مسلسل جوهرة، تسريبات الحلقات الجاية، وفي الفيديو ده هنتعرف على مصير فضة ووليد في نهاية مسلسل جوهرة. اللي حابب يعرف نهاية المسلسل ويعرف نهاية أبطالنا يسمع الفيديو للنهاية. في البداية فضة لما بتلاقي إن جوزها وليد بيتغير عليها، خاصة وهي حامل، وكمان بعد ما ولدت يوسف، بتسأله في حياتك حد، وبيقول طبعا فيه وهيتجوز، وطبعا ده اللي خلاها تسيب البيت. بتروح لها حماتها علشان ترجعها علشان ما تخربش على نفسها. وليد بيرجع البيت وبيلاقيها وبيبقى فرحان جدا. الموضوع بيعدي على كده، وكانت فاكره ان هي نزوه وراحت. لكن في يوم من الايام ياسمين كانت معاه في المكتب وبتتكلم معاه بخصوص ان هو اتغير عليها لما مراته رجعت البيت، وكمان قالت له لازم تخطبني، واتريقت على شكل مراته وعلى لبسها. وطبعا ساعتها قال لها ما تتكلميش عليها، هي ما تعرفش حاجه عنك ولا حتى تعرفك، ما تجيبيش سيرتها بأي سوء. وساعتها كانت فضة موجودة مع يوسف في المجمع، وبتتصل بحماتها وبتقولها إن يوسف معذبهاش، وإنها بتفكر تعمل مفاجأة لوليد وتروح له المكتب علشان المكتب قريب من المجمع. وفعلا بتروح، وساعتها ياسمين فضلت تتكلم مع وليد وتقول له أنا بحبك جدا، وأنا عارفة إنك أنت بتحبني وبعدت عن مراتك وعن ابنك علشان خاطري. وطبعا كانت قصدها تسمع فضة الكلام ده. وبالفعل فضة لما سمعت ودخلت واجهت وليد بخيانته، وقالت له هي رخيصة، انت ليه تنزل بمستواك وتعرف واحدة زي دي؟ وطبعا ساعتها ما ردش ولا قال اي كلمة لانه غلطان. بس فضة قالت له ابعت لي ورق الطلاقي، وسابت المكان ومشيت. هنعرف بعد كده ان فضة مصرة على الطلاق رغم كل المحاولات اللي حواليها، رغم ان حماتها راحت لها كذا مرة علشان ترجعها، كانت فاكرة ان هي ممكن ترجع زي المرة الاولى. لكن فضة مصرة ان هي تتطلق بعد اللي شافته بعينيها، وكانت فاكرة ان الرجالة كلهم حنانين وكويسين زي ابوها، وكمان البيوت كلها دافية زي بيتهم، ما شافتش في حياتها غير كل حب ودفى في البيت ده. لكن كانت صدمتها في وليد صدمة كبيرة جدا، بتصر على الطلاق. ايوب معاها في رأيها وبيساندها، لكن شهاب كان ليه رأي تاني، وهي ان مش كل واحدة جوزها يتجوز عليها تسيب له البيت كده، الناس كلها مش هتبقى متجوزين. وطبعا كان بيرمي كلام على عزاري اللي كان بادئ يشك فيها. حتى اخت جوزها جنان بتروح لها علشان خاطر ترجعها البيت، لكنها برضو مش بترضى ان هي ترجع. ام وليد بتتصل بجوهرة علشان تقول لها تخلي فضة ترجع البيت، لكن طبعا جوهرة بتقول ان ابنك غلط جدا. لكن كان رد الام عليها ان منها لله الست دي اللي خدته من بيته، لكن جوهرة كان ردها ابنك هو اللي سمح لها تهد البيت، وهو اللي عمل كده، وان هو محافظ على بيته، وان انا مش هقدر اغصب على بنتي ترجع البيت. وطبعا جوهرة كانت حزينة جدا بسبب طلاق بنتها، او انها يعني طالبة الطلاق وعايزة تطلق. صعبة جدا على اي ام انها تعرف كده. كانت حزينة جدا على بنتها اللي هتربي ابنها لوحده، عن جرحها وحزنها بسبب وليد. وليد ما فكرش حتى ان هو يتصل بيها، لانه عارف ومتأكد ان هو غلطان. وطبعا امه كانت دايما تتكلم معاه وتقول له سيب الست اللي انت تعرفها وارجع لبيتك، عايز تتجوزها اتجوزها بره، انا مش عايزاها عندي هنا خالص، لو عايز تتجوزها وتخرب على نفسك اتفضل، لكن انا مش عايزه اشوفها. وكمان اعرف ان انت هتخسر بيتك ومراتك وابنك، وهتخسرني انا كمان. وليد اللي فضل يفكر في القرار، لان القرار صعب جدا، بجوازه من ياسمين هيضحي بكل حد، يضحي بامه وبمراته وابن يوسف اللي لسه حتى ما يعرفوش، علشان كده كان قرار صعب جدا على وليد. اللي قرر ان هو يتكلم مع ياسمين في يوم من الايام ويقول لها ان هو هيرجع مراته، وان هو مش عايز يطلقها علشان خاطر الولد. وساعتها بتثور عليه جدا وبتقوله يعني ايه، كنت بتضحك عليا ولا انا كنت حشرة في حياتك وخلاص؟ وكنت نزوة فعلا، هي وصفت نفسها، هي فعلا حشرة. وفعلا وليد بيفوق وبيقول لها ان هو خلاص هيرجع مراته وابنه البيت، وان احنا خلاص موضوعنا انتهى على كده، ده اللي هيخليها تغضب جدا منه وتتخانق معاه وتعلي صوتها. من كتر ما هي متغاظه هتهد المكتب على اللي فيه، هتكسر كل حاجه فيه، هتقطع الاوراق والقضايا. وطبعا ساعتها وليد اول ما بيشوفها ثايره كده بيطلع يجري وبيسيبها، وهي في المكتب لوحدها هتغضب جدا من انه خلاص سابها وناوي يرجع مراته وابنه، وانه كل ده كان نزوه، وان امها هتشمت فيها، وكمان خالد اللي راح اتجوز دكتوره وسابها، وانها خربت على بيتها، ما قدرتش ان هي تعيش وخلاص. دورت على الحب
ودورت ان هي تاخد واحد من مراته ياسمين اللي هتهد المكتب كله وهتقطع كل الاوراق وهتكسر الترابيزات وهتبهدل الدنيا. تاني يوم بيتصل السكرتير بوالده بيقول له ان المكتب متبهدل وشكل ياسمين بهدلته، وطبعا هيقول كويس ان هي هدمت المكتب ودمرته، يعني ما هدمتش حياتي ولا حياة مراتي وابني. وطبعا هيتقبل ده ومش هيرضى ان هو يبلغ البوليس، مش مشكلة، جت في المكتب وجت في الأوضة بتاعته اللي هو شغال فيها ما فيش اي مشاكل. المهم دلوقتي ان هو هيروح بسرعة على فضة ويرجعها هي وابن يوسف، ويعترف لها ان دي كانت نزوة وان هو خلاص سابها ومش هيعمل كده تاني ابدا. فضة اللي هترجع معاه بكل حب وود، هترجع علشان خاطر خلاص تنازل عن ياسمين، عشان خاطر ابنها يوسف يتربى بين ابوه وامه. وبعد رجوعها وطبعا بتبشر حماتها ان هي حامل وفي غلطة تانية، ولما طبعا الام هتتخض جدا ايه هي الغلطة دي، هتقول لها الغلطة ان انا حامل. الام هتفرح وتكون سعيدة جدا ان البيت هيتملي عليها عيال، وان وليد خلاص فاق من نزوته ورجع لحياته مع فضة اللي بتحبها جدا، وهتبقى سعيدة بحمل فضة للمرة التانية، وكمان وليد هيبقى مبسوط وسعيد وهيرجع يعيش في بيته وهينسى كل النزوات اللي في حياته. وده كان مصير أبطالنا واللي هيكون في الحلقات الجاية من مسلسل جوهرة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واستنوا بقى الحلقات والفيديوهات والتسريبات. أشوفكم على خير، باي باي.